وين الكاميرات؟ وين يلا احكي ثاني في اليوم 13 ولا طول طول اي 13 5 عن الجيش السوري الحر قام الجيش الحر بتدمير عربة بي ام بي لعصابات الاسد وتدمير دباب 62 لكتائب الاسد والشبيحة وقتل شبيحة بمفرس امن العسكري في مدينة الرسام تاريخ 15/5/2012 وحرق تلك العربة العربي بعربة بي ام بي تكبير 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 الله اكبر قصف عشوائي على مدينة الرسام الله اكبر صبر دبابي صبر دبابي وحيث قام الجيش الحر بتدمير 62 دباب 62 في تاريخ 16/5/12 الله اكبر وقتل الشبيحه وعناصر الجيش النظامي في مدينه الرسته في تاريخ